إدريك، أنت فينك طول الفترة دي كلها؟ ما بتجيش الشغل ليه؟ معلش يا نبيل يا حبيبي، كنت مشغول شوية. طب عملت إيه في موضوع الباسبور بتاعي؟ عرفت تجيبه؟ سوري يا نبيل، مش عرفت. سوري؟ طب أنا هعمل إيه دلوقتي في المصيبة دي؟ أنت راح تركب ورايا على الموتوسيكل وراح تعزمنا على أساسين بيرة في أي مكان. أساسين بيرة إيه يا عم؟ أنت مش شايف المصيبة اللي أنا فيها؟ نبيل مش قبل ما تعزمنا على ازازتين بيره في اي مكان. الله يجازي شيطانك يا شيخ، وقعت قلبي. هتعزمنا على ازازتين بيره في اي مكان ولا هرجعه تاني من مطرح ما جبته؟ اعزمك اعزمك واعزم المينا كلها كمان. مين دي؟ دي الجيرل فريند بتاعتي. مصرية؟ اسمها ايه؟ اسمها سامية. كنا زمايل في الجامعة زمان، لكن دلوقتي صحفية كبيرة أوي في مصر. صحفية؟ حلوة حلوة كتير يا نبيل. فريدريك، أنا بصراحة مش عارف أقول لك إيه، مش عارف أشكرك إزاي. أنت فعلاً أنقذتني. قول لي يا نبيل، أنت قلبك خفيف ليه؟ ده بيتهيألك، بس يمكن عشان انا في بلد غريبه وعايش لوحدي ومعرفش فيها حد. لا يا نبيل، ارجوك، انت ما دام اتعرفت على فريدريك بيكر وبقيتوا اصحاب عمرك ما هتحس انك غريب، لا في هامبورغ ولا في المانيا كلها. فاهمني يا حبيبي؟ فاهمك يا صاحبي. اسمعني كويس يا نبيل، علشان تعرف تعيش في البلد دي مش لازم تبقى ضعيف، مش لازم تبقى خايف. حتى لو كنت ضعيف وخايف، اوعى تبين ده للناس يا نبيل، كده الناس راح تخاف منك وراح تعمل لك الف حساب. ياه، منك نستفيد. قول لي بقى، انت ناوي تسهر فين الليله دي؟ اسهر فين يعني؟ في البيت طبعا. معقول يا نبيل؟ معقول تبقى الليله دي ليله الويك اند وبكره ويك اند وانت هتروح تسهر في البيت مع الملاك العجوز اللي انت عايش معاها دي؟ والله يا ست طيبه، بعدين الأوضة اللي مأجرها لي رخيصة وعلى القد حلوة. الأوضة بس اللي حلوة ولا صاحبة الأوضة كمان؟ لا ما تفهمنيش غلط، أمال أنا أنت كنت عايزني أعمل إيه يعني؟ أنا جيت البلد دي وأنا مفلس ومش لاقي حتة أقعد فيها ومعنديش شغل، لأجل الورد يتسأل عليه. لا استناني بقى، عايز أفهم إيه ورد وإيه عليه اللي أنت قلتها دي؟ ده مثل مصري عندنا بنقوله لما نعمل حاجة ما بنحبهاش عشان نوصل للحاجة اللي احنا بنحبها. خدتني يا نبيل، انت فكرتني بواحد صاحبي زمان كان اسمه جابرييل، برضه كان غاوي الجراندات. وانا لقيت حد غيرهم وقلت لا. طيب انت سيب لي نفسك بس النهارده وانا هوريك اللي عمرك ما شفته ولا عمرك كنت تحلم بيه يا نبيل. هديني فين يعني؟ هوديك الجنة، أنا هدخلك الجنة يا نبيل. إيه ده؟ إيه المكان الغريب ده؟ هنا الجنة يا نبيل، هي دي الجنة اللي مالهاش دعوة بالدنيا اللي إحنا عايشين فيها بره خالص. هنا تقدر تعمل كل حاجة وأي حاجة ومحدش يقدر يبص لك بعيد واحدة، لأن محدش له عندك أي حاجة. تعالى يا نبيل. انت لسه شفت حاجة يا نبيل؟ إيفيتا ماريا. مين دول؟ دول أصحابي من زمان، مش من زمان قوي يعني. إيفيتا من روسيا، أما اللي جنبك دي بقى فماريا من النوع الأرجنتيني المتين قوي. على فكرة أنت راجل وحش، فينك المدة دي كلها؟ بزنس، مشغول شوية بس. كارلو زود إزازتين بيرة كمان. أوكي. مش هتعرفنا على صاحبك يا فادي؟ طبعا.
دازست هير نبيل هنا جبتن جبتن جون في صحة نبيل المصري صاحبي وحبيبي صحة المصري الو فرانس، انت عندكم شغل الليلة؟ نبيل مش ايجي، انا الان كتير. اوكي، اوفي درسن. واحدة واحدة على مالك ما تتقلش قوي لسه بدري يا نبيل نبيل كومنزي